الحدائق العجيبة البوكند للفضاء ترفيهي تربوي ثقافي كي يساهم في تلقين مبادئ حماية البيئة كي توجد على بعد 12 كيلومتر من مدينة الرباط على الطريق الوطنية اللي كتدير مدينة قنيطرة. هذه الحديقة مفتوحة في وجه العموم من سنة 1961. هذا المكان كيختصر جمال الطبيعة من كل قارات العالم السبع. البعض منكم كيتسائل كيفاش كيختصر جمال الطبيعة؟ نتعرفوا على القصة كاملة. هاد المؤسسة تم إنشائها من طرف واحد الفرنسي سي فرانسوا مارسيل اللي جا المغرب في بداية الخمسينات من القرن الماضي وقرر باش يحقق واحد الحلم ديالو اللي سماها جنات النباتات، يعني البارادي دي بلونت. وبقى تيتسارى ما لقى فين، فجا لهاد الجماعة ديال سيدي بوقنادل ولقى هنا تربة مزيانة، لقى المياه ولقى اليد العاملة، فاستقر هنا كما قلت بداية الخمسينات في سنة 1951 وبدا يحقق الحلم ديالو بالعمل ديالو في الميدان، لأنه هو كان مهندس زراعي اختصاص نباتي. فبدا يهيئ التربة ويصوب المراحل تدريجيا، وكان تيغتنم الفرصة باش يسافر المستعمرات الفرنسية اللي كان ديك الساعة في الخمسينات. فبدا بإفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط، ففي الممشى تيجلب معاه واحد العدد نباتات، فلهذا على سماها الحدائق العجيبة، لأنها مكونة من 11 حديقة صغيرة اللي مكونة من الكونغو هو من إفريقيا، ومن بعد جاء لا سافان ديال إفريقيا، ومن بعد جاء أمريكا الجنوبية اللي دار فيها 4 ديال المحطات وهي برازيل والبيرو والمكسيك وليزونتي، ومن بعد مشى لآسيا ودار البولينيزي ودار الصين ودار اليابان ودار أستراليا. فهاد المجموعة حققهم، وآخر ما أنجز هو حديقة الأندلس. كتغطي الحدائق مساحة 4.5 هكتار وكتوزع على 3 حدائق: الحدائق الطبيعية، الحدائق الثقافية والحدائق التعليمية. نبدأ بالحدائق الطبيعية اللي فيها غابات إفريقيا وآسيا الجنوبية، الحدائق الثقافية كحدائق الأندلس والصين، أما الحدائق التعليمية وهي اللي كتساهم في معرفة التنوع البيولوجي بين الحيوانات والنباتات، وكتضم مبنى الزواحف اللي فيه مختلف الثعابين والعناكب. ما بين سنة 2003 و 2005 تم إعادة ترميمها من طرف مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، حيث تم إعادة الحدائق كما كانت في الأصل من الترميم ديالها من نباتات وهنا، بحيث الحدائق صبحت تحتوي على واحد ثروة نباتية ديال تقريبا 320 فصيلة نوع من النباتات، منهم واحد 20 نادرة لا توجد إلا في هذه المنطقة، حتى في المغرب ما كايناش. خلنا واحد العدد ديال أصناف الحيوانات، بحيث خدينا فكرة ديال التنوع البيولوجي اللي تكون من النباتات ومن الحيوانات ومن المواطن ديالو. مؤسسة محمد السادس دارت واحد برنامج تربوي للأطفال وللزوار، وهذا البرنامج تتكون من واحد الأنشطة اللي تدار سنويا، وكان واحد الممرات اللي دارت مؤسسة بس للزوار. كان الممر طويل اللي فيه تقريبا واحد 2.5 ساعة للزوار، وكان ممر قصير اللي فيه واحد تقريبا ساعة الا ربع أو ساعة للناس اللي بغوا ما عندهمش الوقت، وكان ممر بيداغوجي للمدارس بحيث في واحد مجموعة ديال المحطات اللي فيها التنوع البيولوجي، فيها الطيور المهاجرة، فيها دور الماء، فيها الغابات، فهذا كلهم بيداغوجيا للأطفال اللي تكون فيها واحد بحال دروس تربوية. في سنة 2003 صنفت وزارة الثقافة الحدائق العجيبة كتراث طبيعي وطني.